شكو ماكو، كل شي ماكو، بس كريم مسوين خصومات كلش حلوة لمستخدمين تاكسي كريم وبمناسبة عيد الحب. ومسوين مسابقة كلش حلوة اللي يستخدمون تاكسي كريم، وراح ينطون على كل فائز 300 دولار، وراح نختار 10 فائزين. كل شخص يربح ويانا راح يحصل 300 دولار كاش مقدمة من تاكسي كريم. بس بالبداية راح اقول لكم شلون ممكن تحملون تاكسي كريم، شلون تستخدموه، وبعدين اقول لكم شنو شروط المسابقه. كلش سهله. هسه راح نحمل التطبيق. اوكي، هذا هو، يلا يتحمل وارجع لكم. نتحمل عندنا التطبيق، وهسه هنا يحتاج من عندنا رقم. تمام، ندخل رقمنا وارجع لكم. دخلنا الرقم وراد من عندنا باسورد، احنا نخلي الباسورد بكيفنا. اوكي، هسه نبدي نستخدمه. طبعا هو طبعا هنا يختار اللوكيشن اللي اني موجودة بيه، يعني هسه اني وين، هو يحدد مكاني اني وين. مثلا اني هسه بمول الحارثية. اوكي، اريد اروح للمنصور. اوكي، بالبداية اختار يا اما تاكسي يا اما جو. اوكي، راح اختار تاكسي. هسه اختار انه اني وين اريد اروح. اريد اروح الى شارع الرواد. شارع الرواد هياته، خلاص اني بمول الحارثية اريد اروح شارع الرواد. هنا تحطون البرومو كود اللي هو كلمة حب، لان هو بمناسبة عيد الحب ومسوين خصم. بس تكتبون هنا، خل ارجع لكم حتى تعرفون انه وين تكتبون. هنا مكتوب، شوفوا هنا بالبرومو تخلون كلمة حب، ضروري تخلون هذا برومو كود حتى تحصلون خصم 20%. إذا ما تستخدمون هذا البرومو كود ترى ما تدخلون بالقرعة اللي هي قيمتها 300 دولار على كل شخص يربح ويانا، وراح نختار 10 فائزين. أوكي، بس نكتب كلمة يلا راح يجينا التاكسي. خلاص راح يجيني التاكسي من دست كلمة يلا. اوكي، التطبيق جدا سهل، استخدامه جدا سهل، اهل بغداد واهل النجف تقدرون تستخدموه. اوكي، وراح ارجع لكم شنو شروط المسابقة. بقوية يا حبايبي، لازم تستخدمون تاكسي كريم 5 مرات. اوكي، يلا تدخلون ويانا بالقرعة، وضروري تستخدمون البرومو كود اللي هو كلمة حب مثل ما سويته أنا قبل شوية. إذا ما تستخدمون البرومو كود ترى ما تدخلون ويانا بالقرعة، ضروري تستخدموه على مودكم أيضا حتى تحصلون خصم 20%. المسابقة والخصم يبدي من اليوم الحد الخميس القادم، يعني عندكم أسبوع كامل تقدرون تستخدمون تاكسي كريم 5 مرات حتى تدخلون ويانا بالقرعة، وراح نختار 10 فائزين، كل فائز راح يحصل 300 دولار كاش مقدم من تاكسي كريم. تذكرون المسابقة السابقة قبل فترة سويناها على ايفون؟ اوكي، هاي نفسها، بس حيكون بس حتكون الجائزة تختلف. راح نختار 10 مو واحد، نختار 10 فائزين، وكل فائز راح يحصل 300 دولار. راح يدزوا له الاسماء المشتركة والاسماء اللي استخدموا تاكسي كريم كاملة، وانا اختار. مثل ما شفتوا استخدام تاكسي كريم جدا سهل. اهم شيء انه التاكسي امن بكل سبل الراحة، موجود بتاكسي كريم. فهنيالكم اهل بغداد واهل النجف، وان شاء الله ينفتح قريبا بقية محافظات العراق. كلش احنا نحتاج هيجي البنات يثقون بي، يصعدون بتاكسي كريم، هم مطمئنين ومرتاحين، حتى أهلهم يكونون مطمئنين على بناتهم من يدزوهم مكان معين. مثلا يحسون نفسهم أنه واحد من الأهل دي يوصلها، مثلا مو واحد غريب. فكلش أمين.
تاكسي كريم اللي مستخدمين راح يعرفون انه تاكسي كريم كلش امين. وارجع واكرر انه لازم تستخدمون تاكسي كريم 5 مرات حتى تدخلون ويانا بالقرعة، وضروري تحطون البرومو كود اللي هو كلمة حب حتى تدخلون ويانا بالقرعة. من اليوم تبدي القرعة المسابقة الى الخميس القادم. حبايبي حبايبي حبايبي، انتو تستخدمون تاكسي كريم من اليوم الحد الخميس القادم، اوكي؟ 5 مرات لازم تستخدموه، كل يومية بين يوم ويوم، باليوم مرتين بكيفكم، بس لازم خلال هذا الأسبوع تستخدمون 5 رحلات، يعني 5 مرات تطلبون تاكسي كريم من يا مكان يا مكان، انتو بكيفكم وبراحتكم، اوكي؟ وتحطون البرومو كود اللي هو حب، كلمة حب مثل ما سويت أنا بالسنابات السابقة، حتى تحصلون خصم 20%، وحتى تدخلون ويانا بالمسابقة، ورح نختار 10 فائزين، كل فائز رح يحصل 300 دولار كاش مقدم من تاكسي كريم. نهاية الأسبوع الجمعة الجاية حيدزولي الأسماء وأرقامهم اللي مشتركين بتاكسي كريم، وأنا رح أختار 10 فائزين مثل ما سويت بالمسابقة القديمة، تتذكروها نفسها بالضبط.